قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. توكلنا على الله. قطعة كتاب الامتحان من كتاب المدرسة صفحة 488 القطعة الأولى. طبعا القطعة دي أؤكد للجميع جميع من يسمعني إنها قطعة صالحة لأولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي. فأرجو التركيز وكتابة الملاحظات ومعرفة إن دي المعلومات اللي هناخدها في ثانية وفي ثالثة وفي كل حاجة. فانتبهوا بقى واتدربوا معانا. وأقسم بالله العظيم الطالب اللي ما يعرف حاجة في النحو خالص وتابع معايا القطعة دي وكتب الملاحظات وتدرج هيشوف ان هو في الاول هيفضل يكتب ويستغرب معاني جديدة وفي حاجات يفهمها وحاجات لا، لكن عند القطعة العشرة تقريبا ان شاء الله هيلاقي نفسه بيحل لوحده. عند القطعة الخمستاشر هيلاقي افتكر كلمات كتيرة وافتكر معلومات كتيرة بتاعت زمان وبدأ اخطاءه تقل. ما بقولش تنعدم، النحو ممارسة، النحو زي السباحة وزي العجل وزي السواقة ممارسة، حل واغلط وصحح هتلاقي نفسك واحدة واحدة بدأت تستقر الأمور. لكن حل سحري أو حقنة نحو مفيش للأسف، مفيش والله. نتوكل على الله كده ونبدأ بالقطعة الأولى من امتحانات كتاب الامتحان. لا شك أن هناك أمورا مبدئيا كده، أمورا اسم أن منصوب علامة نصبه الفتح. أول مهارة، أول ملحوظة عايزك تعرف إنك هتقابلها كتير قوي، ملحوظة التقديم والتأخير. عشان تعرف تعرف لازم تكون عندك مهارة إدراك التقديم والتأخير. طيب إمتى أعرف إن في تقديم وتأخير؟ السؤال ده لو ما سألتوش هتعتبر كل حاجة فيها تقديم وتأخير. يعني الطالب اللي ما يعرفش تقديم وتأخير هيعتبر محمد جاء تقديم وتأخير، هيقول أصلها إيه؟ جاء محمد. ولما تجيله جاء محمد هيقول لك أصلها محمد إيه؟ طبعا ده غلط. أمال إيه قاعدة التقديم والتأخير؟ اسمع مني، شبه جملة زائد اسم أو فعل وينفع أبدل. شبه جملة يعني إيه شبه جملة؟ جر ومجرور أو ظرف وراهم إيه؟ اسم أو فعل وينفع تعدل. في المسجد نصلي، دي بدأت بشبه جملة وراها فعل وينفع أعدل، أقول إيه؟ نصلي أقدر تقديم تأخير، كده كده صح. شبه جملة مش بقى فعل زي اسم تقول تقديم تأخير، يبقى شبه جملة زي إيه؟ فعل، أو شبه جملة زي اسم، زي اسم. في المسجد الصلاة، في المسجد الصلاة أصلها إيه؟ الصلاة في المسجد. وشبه الجملة بيتكون من إيه؟ جر ومجرور أو ظرف. هنا القاهرة، هنا دي ظرف، احفظ عني لو ما تعرفهاش كلمة هنا في اللغة العربية ظرف. هنا القاهرة، جاء عندي ظرف زائد اسم، اعدل الجملة كده، القاهرة هنا، كده تقديم. يبقى شبه جملة زائد اسم أو فعل ينفع أعدل. الحالة الثانية للتقديم إن العقل يحتم التقديم، العقل زي يخشى الله العلماء. ما فيش اتنين هيقولوا ان ربنا اللي بيخشى العلماء، سبحان الله. يا اصلا يخشى العلماء الله. ركب القطار احمد، ما ينفعش خالص، يا ركب احمد الايه القطار. اذا التقديم في حالتين، شبه جمله زائد اسم او فعل، او التقديم حتمي بالعقل. زجاجه انكسر التلميذ، تقديم وتاخير، اصلا التلميذ او كسر التلميذ ايه زجاجه، وهكذا. طب ان هناك امورا، هل يا استاذ هنا في تقديم؟ الجمله ما بداتش بان، الجمله بدات بها وهناك، انا دي دخيله الجمله اصلا، ان هي هناك امور. طب ايه اللي خلاك تقول في تقديم وتاخير يا استاذ؟ اصلا بدات بهناك، هي هناك ظرف، ايوه ما هي هنا، هناك دي هي هنا حطيت لها الكاف، وهنالك هما الثلاثه واحد اصلا. يبقى هناك امور، هناك دي ظرف يعني شبه جمله، وبعدها كلمه امور اللي هي اسم، وينفع اقول امور ايه؟ يبقى إذن فعلا أن هناك أمورا، أمورا اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة، ويا ريت الصح اسم أن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة. لكن لو ما كتبتش مؤخر مش مشكلة. أستاذ ده كنت زمان بقول إن اللي بعد الظرف مضاف إليه، غلط.
مين اللي قال ان اللي بعد الظرف دايما مضاف اليه مش صح؟ اهي ظرف هيجي وراه مبتدا مؤخر او اسم ان مؤخر. عارف زيها بالظبط في القران ايه؟ ان مع العسر يسرا، او ده تقديم تاخير. يبقى اول مهاره في الاعراب يا شباب، انا دلوقتي بعلمك الاعراب عموما مش بعلمك منهجك، انا بعلمك الاعراب يعني ايه اعراب اصلا. اول مهاره في الاعراب هي ايه؟ التقديم والتاخير وعلاماته والتهك. ليس لكل، انا من جمله برضو من عندي معلش، اصل الموضوع ده عارف انه مهم قوي، ليس لكل واحد حظ. سيبك من ليس، الجمله بدات بمين؟ لكل واحد حظ. الجمله بدات بايه كده؟ اللام دي حرف جر، يبقى اصلها حظ. لو حط لك خط تحت حظ بقى نعرف ايه اسم ليس مؤخر. اصل الجمله ايه؟ ليس حظ لكل واحد. يجب ان يتصف بها الانسان. اسمع بقى المهاره الثانيه في الاعراب، لما الطلاب يقول لي انا عايز اعرف اعمل ايه، المهاره الثانيه انك تشيل الحشو. يعني ايه الحشو يا استاذ؟ الزيادات. يتصف بها الانسان، شيل بها، هتلاقي الجمله اتضمت على بعضها. يتصف الانسان يبقى فاعل برافو. مين اللي هيتصف؟ الانسان. يبقى الانسان فاعل مرفوع علامه رفعه الايه؟ الضم. اقول لك ايه، اسمع كده، المجتمع الذي يتناصح فيه الناس ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر رشيد. اصل الكلام المجتمع رشيد، كل الفلوس ده اسمه ايه؟ حشو. وياما بيحصل الكلام ده في الاعراب، ان يجيب المبتدا ويقعد يرغي وبعدين يجيب الايه؟ او يجيب الفعل ويقعد يرغي وبعدين ايه؟ جبل بسرعه عامه. قال له ايه؟ تشكل شبكه الاتصالات بانواعها السمعيه السمعيه والبصريه واللاسلكيه بديلا، وراح حاطط خط تحت بديلا. تشكل شبكه الاتصالات وبعدين يرغي وقال ايه؟ طبعا الطلبه قال يبقى حال تمييز. يا ابني هات الجمله من الاول، شيل اللي في الوسط ده خالص. تشكل شبكه الاتصالات ايه؟ بديلا. مين اللي هتشكل الشبكة ومين اللي هيتشكل بديلا؟ تبقى بديلا ايه؟ مفعول به. اذن المهارة التانية للاعراب انك تقدر تختصر الجملة وتضمها وتشيل الحشو. يتصف بها الانسان الذي يريد الوصول، سهلة دي بقى، يريد هو الوصول، يبقى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. اللي بعد كده بيقول لي استخرج من الفقرة مضارع مجزوم مبينا سبب الضبط. فعل مضارع مجزوم مبين سبب الضبط. اسمعوا بقى، الاول نراجع بس، متى يجزم المضارع في اللغة العربية؟ في كم موضع؟ أربعة. أن يسبق بأداة تجزم فعل واحد، أن يسبق بأداة تجزم فعلين أدوات الشرط، أن يقع نتيجة لأمر أو نهي، أخيرا أن يعطف على مجزوم. يعني أنت كلكم بتدوروا على أدوات الجزم، ما فيش أداة الجزم هنا في القطع، لكن في عندك بص كده، فابتعد عن الكسل ترقى. ترقى ده فعل وقع نتيجة لمين؟ لمين؟ لأمر. ما أنا بقول لك أربع مواضع، أن يسبق بأداة تجزم فعل واحد، لم ولما ولا من الأمر ولا النهي، أن يقع لأداة تجزم فعلين أدوات الشرط إن ومن وما ومهما وأين ومتى وأن وأيان وحيثما وأي، أن يقع نتيجة لأمر أو نهي. ذاكر تنجح، المضارع بتاع تنجح وقع نتيجة لمين؟ ذاكر. لا تهمل تتفوق، تتفوق وقع نتيجة لمين؟ للا تهمل، وقع نتيجة، لازم يقع نتيجة، وبالتالي تجزم. أو يعطف عليه بقى، آخر حالة يعطف عليه على مجزوم. طب هنا المجزوم ده رابعة حالة كام؟ ثالثة، اللي هو ابتعد عن الكسل إلا يحصل ترقى. طب ترقى ده فعل مضارع ماله بقى؟ مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلم لأنه معتل الآخر. السؤال اللي بعديه. اثنين، فعل مضارع منصوب تذكر. مواضع نصب المضارع، أن يسبق بأداة نصب أو يعطف على منصوب. إيه أدوات النصب؟ أن، لن، كي، لام التعليل، حتى، فاء السببية، لام الجحود، واو المعين. دول أدوات اسمها أدوات إيه؟ نصب المضارع. طب لما عندك هنا يريد الوصول لتحققوا غاياتكم. الأول لتحققوا ذلك أو أن يتصف، صح دي سهل خالص في أول صف. أن يتصف منصوب بعد إيه؟ بعد أن، علامة نصبه الفتحة. طب في الآخر لتحققوا غاياتكم، دي منصوب بإيه ده؟ بلام الجحود. لا، لام الجحود ليه؟ لام التعليل، ما بلاش كده منفية، دي مش لام جحود، دي لام إيه؟ تعليل. يبقى لام التعليل وتحققوا فعل مضارع ماله منصوب وعلامة نصب حذف النون. مصدرين تذكر، معلومة بقى من زمان، تذكروا المصدر كل كلمة تصلح أن تكون مع الفعل مفعول مطلق، تصلح مش تعرب. يعني أنا همسك كلمة كلمة في القطعة وأجرب، كلمة شك
ينفع أقول شك شكا؟ آه يبقى شك مصدر، مش مهم مصدر ماله، المهم إنها مصدر. أنا كده بعرفك على مين الأول، يعني إيه مصدر؟ بجرب. طب هناك تنفع؟ لا طبعا. طب أمور تنفع؟ لا طبعا. طب يجب؟ ده فعل أصلا. يتصف؟ ده فعل. إذا المصدر مش فعل. الإنسان يريد الوصول، وصل، شكرا. يبقى عندي مصدرين اهو، شك ووصول. طب الفعل من شك ايه؟ شك ثلاثي عشان الكاف مشدده. طب الفعل من وصول ايه؟ وصل. اذا المصدر شك ووصول ثلاثيات، المصدران ثلاثيات. انا بعرف المصدر بعدد حروف الفعل، لما الاقي حروف الفعل ثلاثه اقول عليه ايه؟ ثلاثي. طب افرض طلع لك اربعه، اخلاص. المصدر الفعل من اخلاص ايه؟ اخلاص يبقى رباعي. طب اعتماد، الفعل من اعتماد ايه؟ اعتمد يبقى خماسي. استغفار، الفعل من استغفار ايه؟ ستة، يبقى سداسي. اوعى تجيب لي الفعل وتجرده. يبقى كلمه الوصول صح. طب نكمل، بس اصل قال لي مصدرين مختلفين، في خطا بقول بيرتكب. اوعى تجيب الفعل وتجرده، هيطلع كلهم ثلاثي تقريبا. استغفرت تقول لي غفر، لا استغفر استغفر زي ما هي، عد بقى. طب كلمه زي كلمه امور، وضوح، ما زي وصول بالظبط، وضح وضوح، يبقى ثلاثي. قدره، 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 يبقى ثلاثي. طيب المهم قدره ثلاثي صح. انا كده مش قادر اجيب مصدرين، انا كده جبت كل ده مصدر واحد، لان هو شرط عليا تحت مصدرين ايه. طب نشوف كده، تحمل، دي مش تحملة، دي تحمل الصعاب. هما الاثنين بيتكتبوا شكل بعض بس النطق مختلف. تحمل. طب هات الفعل مين كده، تحمل، تحملا، تحما. الميم مشدده يبقى اثنين خماسي، يبقى تحمل ده مصدر ايه؟ خماسي. اقول لك تحمل وتقدم، كل اللي على وزن التفاعل ده خماسي، يبقى افعال رباعي وتفاعل خماسي. ادي احنا بنلقطهم وبنجمعهم مع واحده واحده، تحمل تفاعل. طب بص كده لما قال بعدها، طب كلمة المتعددة دي تنفع؟ لا ما بقولش كده، ده متعدد، ده اسم فاعل، وكل ما صلح أن يكون مشتقا لا يصلح أن يكون مصدر. طب بص كده، المثابرة، ثابرة، مثابرة. طب مكابرة، مكابدة، كابدة، مكابدة، زي قاومة، قاومة ايه؟ مقاومة. يبقى كلمة مثابرة ومكابرة ما لهم دولت؟ مصادر. الفعل من كابدة ايه؟ من مكابدة ايه؟ كابدة رباعي. كده الحمد لله كده طلعت فعلا عندي ثلاث مصادر، عندي ما هو ثلاثي وما هو رباعي وما هو خماسي، ما فيش سداسي. طب هو قال لي هات مصدرين ايه؟ مختلف، اختار اي اثنين بقى، اختار اي اثنين بقى، ثلاثي ورباعي، ثلاثي وخماسي، رباعي وخماسي، براحتي بقى. يبقى نوعيهما اللي هو ايه بقى يا شباب؟ ثلاثي رباعي الكلام. جيم، تعمل. أظن دي معلومة سهلة، لما قلت لكم إزاي تخليها واجب التوكيد بالنون، اسمع مني، أي فعل عايز تحط واجب التوكيد بالنون هتقسم ولم قسم ولزقها في الفعل وحط النون. يعني إيه أستاذ؟ والله لتعملن. قس على ذلك بقى، تنصر، اجعلها واجب التوكيد بالنون، والله لتنصرن. تنجح، والله لتن، مش لا، مش لا، لتنجحن، اللام ملزقة في الفعل. يبقى كلمة تعمل عايزها واجب التوكيد بالنون، اقول ايه؟ ها والله لتعملن. وطبعا لها تفصيل في درس توكيد الفعل بالنون. في اي مادة تكشف في معجمك عن كلمة ايه؟ هي كده غلط على فكرة، هي هو يقصد يتصف، اسمع بس، هي مكتوبة غلط، انا فاهم قصده، هي الكلمة اللي موجودة في الفقرة ايه؟ يتصف. فاللي كتب سرح يعني، بقى كتب الاجابة، فاهم؟ هو المفروض يتصف، نبحث عنها فين يعني؟ في وصفه جل من لا يسوى. القطعة دي تمت بحمد الله.